السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف عاملين اليوم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف كتشوفوا جبتكم واحد الوصفة سهلة وناجحة 100%، وهي الكيكة بالماء. ودابا ندوزو مع المقادير. عندنا كاس السكر، كاس الماء، كاس الزيت، 3 البيضات، 4 المعالق يعني بودرة شوكولات، اللي يكون اللي كيدوب في الحليب بارد، مثلا كماركة بسكويت، الماركة كولاكوم الأحسن ما تستعملوهاش في الوصفة هذه. والخميرة فورية يكون فيها 15 الجرام. ودابا نبدأ على بركة الله. كنعملوا الكاس السكر والكاس الماء والكاس الزيت و4 معالق بودرة كاكاو، وكنطحنوهم بالخلاط كهربائي. ضروري يطحنوا، حيت انا جربت يعني نخلطهم غير بالمعلق، ولكن ملي كيطيب السيرو ديالنا كيبقى الزيت بوحدو والماء بوحدو. انا يعني جربت نخلطهم غير بالمعلق ما نجحت ليش، ولهذا ضروري يعني طحنوهم بالطراب كهربائي. ومن بعد ما كنطحنوا هاد العناصر كنعملوهم فوق النار، نار مهيله، وكنخليوهم يطيبوا مزيان حتى كيرجعوا في هاد الشكل هذا. ومن بعد ما كيطيب هاد السيرو كنعمر كاس كنحتفظ به، والبقيه ديال الخليط كنزيد عليه جميع العناصر. وكنزيد بهذه الطريقه هذه، يعني كنعمل 2 كيسان ديال الطحين، كنعبرهم يعني الكاس دائما يعني الكاس ديال العنبه، كنعبر 2 كيسان ديال الطحين ونخلط. ملي كيتخلطوا مزيان كنبقى نضيف البيض، بيضه وتخلط وبيضه وتخلط وبيضه وتخلط، لان الا عملنا البيض في خطره واحده كيمكن له يطيب لنا، وحنايا يعني الخليط طايب بزاف كيف ما شفتوا كان كيغلي، ومن الأحسن تعملوا بيضة مورا بيضة. ومن بعد ما خلطت البيض كنزيد الخميره، وضروري يعني تعملوا هذا الترطيب هذا، الا ما عملتوش هذا الترطيب هذا ما نجح لكمش الكيكه. الخميره هي الاخرانيه، لان انا جربت نعمل ترطيب اخر ولكن ما كنجحش، كتبقى هابطه ما كطلعش، يعني هذا الترطيب هذا هو الاهم. وملي كتخلطوا الخميره يعني كتكون دهنتوا المول بالزبده ورشيتوه بالطحين، كنعلي يديك وكذا خويها باش كيضربها الهواء باش كتجي مفشفشه، وكنخشيها الفران على يعني الفران مشعول غير من التحت على 150 درجه. ملي كتطلع نهائيا ساعه كنشعل الفران من الفوق باش كتحمر وصافي، يعني كطيب غير بالنار من التحتيه. وبعد ما كطيب كنخويها في الطبسيل كما شفتوا، انا يعني كنفضل مقلبه باش السيرو كتشرب السيرو مزيان، لانه الا عملتي لا السيرو من الوجه ديالها ما كتشربوش. كنخوي عليها الكاس اللي احتفظت به ده السيرو، ومن بعد كتزينها بالطريقه اللي بغيتي كما كتشوفوا. يعني ملي كتقلبي على القاع ديالها كتشرب السيرو بطريقه جيده، ولكن الا خليتوها على الوجه ديالها ما كتشربوش مزيان.
من بعد ما سقيت الكيكه ديالنا كنعمل شويه الشوكولاته البيض يذوب وكنزينها بالشوكولاته البيض. التزيين كيبقى على حسب الاختيار، انا يعني مشيت للطريقه الاسرع وهذه هي الطريقه الاسرع. ودابا هالكيكه ديالنا ها هي واجده وبالصحه والراحه. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وما تنساوش يعني تشاركوني مع الاصدقاء ديالكم اذا عجبتكم الوصفه. وإلى اللقاء إلى وصفة أخرى إن شاء الله.